ابني يا ابني حرام عليك، كفايه تكسري في البيض فقعتلي دماغي. شو رأيك يا بابا؟ انا مش فاهمه انت مطلع زرابينك على الصبح كده ليه؟ مش ده اخوك اللي كنت هتفرقع من الفرح لما عرفته راجع من بره؟ ايوه طبعا، ما لازم افرح اخويا وراجع من السفر، بس كمان عايز ابين له الفرق بيني وبينه. هو خد فلوس قليله وراح ضيعها على تعليمه بره، وانا قعدت اشتغلت واجتهدت لغايه ما عملت نفسي بنفسي. طيب يبقى ما اختلفناش، ما هي نفس الخطه. يا كلا ايه دخل دلوقتي ان اودي عيله مدرسه بالخطه يا فالحه؟ ايه اللي تدخله ازاي بس يا حبيبي؟ عشان نبقى مسيطرين لازم يكون عندنا كل المعلومات الممكنه، عارفين الواد ضرب مين والبنت جابت نمر ايه، يبقى عندنا كل المعلومات ونستخدمها زي ما احنا عايزين. شميطه، لوي دراع، معايره بقى، اللي يجود بيه ربنا. اللي يجود بيه ربنا؟ كده يا ماما. يا امك دي متربيه فين؟ من اولى الصدمات اللي احنا خدناها من ساعه ما رجعنا لما قررنا ان احنا نجدد البيت. تجديد البيت ده كان لازم يحصل في اسابيع قليله يعني، عشان الاولاد كانوا خلاص داخلين المدارس. صباح الخير. ازيكم؟ فضل. ايش ايه الحلاوه دي؟ جددتوا بالسرعه دي؟ يعني جددنا فوق. ازيك؟ ازيك يا اميره؟ تحت لسه في شغل كتير والله. مش بطال. يعني لو كنت اخدت الحاج زلط المقاول. زلط المقاول كان عمل لك شغل احسن من كده بكتير على فكره. بكتير. معلش بقى، المره الجايه هكلم الحاج زلطه. معلش بقى، انتوا من بره فتلاقيه ضحك عليكم الراجل بتاعكم. ايه؟ اتفضلوا، سامي بيجهز خلاص. يلا يا اولاد هتتاخروا على المدرسه. أميرة؟ نعم. وريني عاملة إيه؟ فول وجبنة بالقوطة وبيض بالبسطرمة؟ أنت قديمة قوي. لا أصلاً أنا عايزة العيال يعيشوا التجربة المصرية بحذافيرها. إدي السندويشات دي لسارة عشان تشتري راحتها، لكن آدم رايح مدرسة انترناشونال، والسندويشات دي ممكن تضيع مستقبله في وسط أصحابه. أنا مش فاهمة، يعني إيه مدارس انترناشونال؟ يعني الولاد مش هيتعلموا زي بعض؟ ومالها المدارس الحكوميه يعني؟ مش قد المقام؟ هما في لندن، مش كانوا في مدارس حكوميه؟ يا ماما سبتوا الكلام ده هناك في انجلترا، لكن هنا العيال دي لو دخلت المدرسه 3 ساعات هيتاكلوا. ليه يعني؟ ما مامتهم طول عمرها في مدارس حكوميه، وهي عايشه زي الجنه اهي. انت يا بنت انت، مش انت زي الجن؟ والله يا ماما كانت احلى ايام. يلا، زمان بقى كانت المدارس غير المدارس. مش بقولك انت قديمه قوي؟ يلا يا ادم، مش عايزين نشوف نعطل طنط كارلا اكتر من كده. مش كفايه ان هي اللي موصلانا؟ صباح الخير. صباح الفل. هيا يا اولاد، مستعدين لاول يوم دراسه؟ المهم انت مستعد. قصدك ايه يا فضيله هنا؟ انت عارف وأنا عارفة.